دفنوا وهم على قيد الحياة. أعلنت حكومة بابو غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادي شرقي أندونيسيا الاثنين أن انزلاق التربة الذي سجل في قرية نائية دفن أكثر من 2000 شخص وهم على قيد الحياة، وذلك في رسالة إلى الأمم المتحدة. ووقعت الكارثة فجر الجمعة الماضي بولاية إنغا عندما كانوا السكان نيام. وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث لمكتب الأمم المتحدة أن انزلاق التربة تسبب في دمار كبير في المباني والبساتين وأثر على شريان الحياة الاقتصادي للبلاد. وفي بعض الأماكن وصل ارتفاع ركام انزلاق التربة إلى 8 أمتار، وشردت الكارثة نحو 1250 شخص بعد أن تسببت في دفن أكثر من 150 منزلا وإخلاء 250 آخر. ويبلغ عدد سكان قرية إنغا نحو 4000 نسمة، وتعد مركزا للمنقبين عن الذهب. السكان يعتبرون أن الكارثة التي وقعت سببها تساقط أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة. ويفيد البنك الدولي إلى أن مناخ بابو غينيا الجديدة من الأكثر رطوبة في العالم. ويرى العلماء أن التغيير المناخي يزيد من مخاطر انزلاق التربة في البلاد. يذكر أن بابو غينيا الجديدة قرب إندونيسيا ثاني كبرى الجزر في العالم، وغنية بمواردها الطبيعية، وتشتهر بمنتجاتها من جوز الهند وزيت النخيل والأخشاب والذهب والفضة والنحاس.